إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي. هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا لقاء جديد يتجدد معكم في باب الرقية الشرعية فيما يخص ويهم المريض سواء كان مريضا بسحر أو مريض بمس أو بعين أو بحسد أو بوسواس أو بحالة نفسية أو تحذيرا من رقاة الكهانة والبدع والدجل وأصحاب الضلالات والخزعبلات الرقاة الذين ضيعوا العبادة والبلاد وأصبحوا يتعاملون مع الشياطين أكثر مما تتعامل السحره والكهنه معهم بل الشيطان أصبح يحب هؤلاء الرقاة أكثر مما يحب السحره لأنهم يساعدونه في التحكم والتسلط على المريض أكثر وأكثر وقد بينا البدع التي يحبها الشيطان ويفعلها هؤلاء الرقاة اصحاب الضلال والدجل مثل بدعه الاستعانه وبدعه الحوار وبدعه خطف الجن اي الراقي يخطف جن من م من مكان الى مكان اخر قد يخطفه من اسبانيا او من باكستان الى المغرب هكذا يكذبون على الناس وايضا وقد رددنا على هذه البدعه والضلاله في درس مفصل وان هذا العمل يقوم به السحر الاشرار وبدعه ذبح الجن وهم يكذبون على الناس لانهم لا يذبحون شيئا بل الشيطان يتلاعب مع ذلك المخرف كمسرحيه على المرضى المغفلين المساكين وايضا بدعه الحبس انه يحبس الشيطان في جسدي المسحور وهذه أيضا يفعلها السحرة كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهناك بدع وبدع وبدع إذا تتبعناها فهي كثيرة وكثيرة لكن نحن نتكلم عن البدع أو الأقوال أو الأفعال التي يخرج بها علينا أولئك الرقاة الذين اشتهرت سيتهم هنا وهناك وأصبح العوام الجهله يشجعونهم وينشرون لهم ويبثون لهم الدروس التي تخالف الكتاب والسنه مباشره فنحن لما نرد على رؤوس الدجل فهو ايضا ردنا على الصغار الذين يتابعون هذا الراس والذين يتخذونه مدرسه ويتخذونه علما في باب الرقيه وعلى انه صاحب تجربه وصاحب اجتهاد ولا يفك له غبار في هذا الباب فكل يوم يخرج علينا بدعي كل يوم يخرج علينا مخرف من المخرفين ببدعه وضلاله جديده يسب ويرد فيها على العلماء بان العلماء لا علم لهم في باب الرقية وأنهم جهلاء كما يقول هذا الدعي وسأذكر لكم بعض أسماء هؤلاء الجهلاء تجدهم ينفرون أتباعهم وينفرون العوام من العلماء الذين يردون على بدعهم وضلالاتهم وخزعبلاتهم لكي لا يطلع عليها العوام ويعرفونها فينكشف أمرهم ويفتضح ويفتضح هذا الأمر فيتركونهم وينفضوا من حولهم ويتركونهم لوحدهم مع شياطينهم الذين يتعاملون معهم كالكهنة وكالسحرة كل يوم يخرج علينا بدعي من هؤلاء المبتدعة مثل طارق الغلمات غلمات هذا مغربي للأسف الشديد وأشرف الحياني وعبد الله بالحبيب وكبيرهم الذي علمهم الدجل ربيع نعيم الذي دائما يخرج بالجديد هو يراه بأنه جديد ولكنه في الحقيقة هو قديم عند الكهنة والسحرة لأن كل ما يخرج به للأسف الشديد إما من عند السحرة وإما من عند أولئك الشياطين الذين يحاورهم لمدة ساعات وساعات في أساد المرضى المساكين هو يستعين بالجن وقد بينت لكم الدرس وبينت لكم المقطع الفيديو الذي يستعين به بالجن ذلك المقطع الذي فيه تلك الجنيه التي اطلق عليها اسم عائشه فسالها عن السحر وكيف هو السحر ومن فعل السحر ومن ذهب الى الساحر وما اسم الساحر وهذه هي الاستعانه فهو ينفي الاستعانه ويقول بانها محرمه في بعض المقاطع قولا ويقوم بها فعلا كما انه ينفي الرقيه عن طريق الهاتف وهو يفعلها وينفي الرقيه الجماعيه وهو يفعلها المهم يتلون كالحرباء ويكذب على الناس المساكين ودائما يخرج ببدعه واعظمها تلك البدعه التي كان يرقي فيها اختين فقامتا تلك الاختين فسجدا فسجدتا سجدتا للشيطان الذي اطلق عليه اسم نزار وهذا اما انه امر وقد سمعنا بانه امر بان يسجدوا جميعا لذلك الشيطان الكبير هو قال كبيرهم وامام وعظيمهم وملكهم فالجميع يسجد اي بمعنى امرهم بالسجود وإما أنه أقرهم بالسجود وقد رددنا عليه في درس مفصل وبينا فيه هذا الضلال وهذا الكذب والبهتان وهذا الأمر الخطير الذي لا يقبله إنسان عنده غير على عقيدته وعلى توحيده وعلى دينه وقد سجدت تلك المرأة أمام عينيه وأقرها على السجود على الأقل التقدير أنه يرفض هذا العمل ويتوقف عن البث ولا يبث هذا الضلال وهذا الامر الخطير وانما هو يراه بانه اجتهاد ولا حرج فيه فبثه واقره وهو لا يزال موجود في اليوتيوب هذا المقطع مقطع الاختين اللتين سجدتا للشيطان نزار والعياذ بالله وله مقاطع كثيره وكثيره وقد خرج علينا بمقطع جديد أن الرقية لا تكون بالقرآن الكريم هو يقول بلسانه يقول بأن الرقية لا تكون بالقرآن الكريم فمن قال بأن الرقية بالقرآن الكريم إما أنه جاهل لا يعلم هكذا يقول هو إما أنه جاهل لا يعلم وإما أنه مندس وإما أنه مندس لما يطرح عليه هذا السؤال وإما أنه وحتى ولو كان من الفضلاء، قال حتى ولو كان من الفضلاء أو العلماء أو كان سلفي أو أثري أو كان مثقف أو كان متعلم أو كذا أو كذا أو كذا، فهؤلاء كلهم يراهم بأنهم جهل في باب الرقيه فلا يؤخذ عنهم ولا يُسألون في هذا الباب، بل يُسأل كما قال المتخصصون في هذا الفن، وهو يرى بأنه المتخصص الأكبر الأعظم. كما قال عنه الشياطين الذين يحاورونهم ملك الرقات ومرة يقولون أنه الرأس وأنه العالم وأنه كذا وأنه كذا وأتباعه في عمى أتباعه في عمى وضلال مبين للأسف الشديد لأنه لا صلة لهم بالعلماء ولا صلة لهم بالعلم ولا صلة لهم بفتاوى الآئمة لو علموا الفتاوى وتعلموا وعرفوا هذه الأمور الخطيرة التي يفعلها المناقضة والبعيدة كل البعد عن الرقية الشرعية لتركوه وحده كالبعير الاجرب ولكن للاسف الشديد هم يجهلون هذه الامور فلذلك تجدهم يصفقون ويرقصون ويطنطنون له للاسف الشديد فينتفخ هو بالاثم ويزداد اثما ويزداد في غيه وفي ضلاله فيجتهد كل يوم اجتهادا ضد الرقيه الشرعيه، ضد رقيه جبريل عليه السلام ورقيه النبي صلى الله عليه وسلم ورقيه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، لذلك انا اسمعكم الان قبل البدء بالدرس مقطع، مقطع الذي قال فيه بان المقطع الذي قال فيه بان الرقيه ليست قران كريم لكي لا نكون من الكاذبين ولا يكذبوننا بل يسمعونه باذانهم ويرونه بأعينهم ثم نبدأ إن شاء الله في درسنا الذي أردنا أن نبثه اليوم بإذن الله فهنا في هذا المقطع اسمعوه جيدا يقول بأن الرقية ليست قرآن أحيانا تذكر رسائل أثناء البث المباشر يقول لك أنه القرآن ما يقوله أعلم أنه جديد للمتابعين أو أنه مندس أو أنه لا يفهم حتى وان كان من اهل الفضل او من اهل العلم او من الطلب في في هذا الباب يعني سني او سلفي او اثري او مجتهد او عالم او طبيب او آه مثقف لكن بعيد كل البعد عن هذا الفن او عن هذا الباب او عن هذا العلم. اذا لابد ان يعلم وان يبين بارك الله فيكم ان لهذا لهذا, لهذا 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 الطب ولهذا العلم جذور واصول وفروع لابد ان تؤخذ من اهله بفضل جل وعلا, وعلا ومن هذا المقطع هو الذي ذكره وقاله بلسانه وقد سمعتموه يقول بأن يقول بأن الرقية ليست قرآن ومن يقول بهذا إما جاهل وإما مندس حتى ولو كان من أهل الفضل وهذا يدل على جهله ويدل على أنه يهرب بما لا يعرف ويدل على أن الشياطين الذين يحاورهم تمكنوا منه وأصبحوا يتلاعبون به في كل جهة وأيضا أصبحوا للأسف الشديد هم الذين يعالجون الناس وليسه مع أنني قلت لكم مرارا وتكرارا أنه مصاب بسحر كما رأيتمه في العديد من المقاطع وهو الذي أقر بأنه مصاب بسحر وأيضا مصاب بمس فتلك القصة التي قصها علينا عن قطته التي أدخلها إلى المطبخ وأغلق عليها الباب بإحكام ثم بعد دقائق رآها بجواره هو لم يفسرها بهذا الباب ولكن فسرها بأن الجن يداعبه ويمازحه وهي في الحقيقة ليست مداعبة وليست ممازحة وإنما هو مصاب بسحر ويرى الجن يرى الشياطين فاذا كان هذا حاله فهذا امر خطير جدا لانه يضر على العوام المساكين ويضر على المرضى وقد بينت لكم خطوره الاستعانه بالجن وبينت لكم خطوره الحوار مع الشياطين وبينت لكم عمليه التركيز ان يامر الراقي المريض باغماض العينين ثم يطلب منه ان يركز لمعرفه الساحر او لمعرفه العائن وبينت لكم خطوره الرقيه الجماعيه والرقيه عن طريق المسجل والرقيه عن طريق الهاتف وكذبه وبدعه الازهوري والسحر الموروث وسحر السلاله وكل البدع التي اختلقها هذا المسكين والذي سن فيها السنه السيئه والتي سيأخذ وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه لانها بدعٌ وضلالات وخزع وخزعبلات وهي بعيدة كل البعد عن الرقية الشرعية مع أنه تجده يتغنى ويقول الرقية الشرعية الرقية الشرعية الرقية الشرعية ووالله وبالله والله رقيته ليست رقية شرعية هي رقية بدعية هي عبارة عن خزعبلات وبدع وضلالات لا غير وهؤلاء الرقاة مثل هذا المخرف وأتباعه وأتباعه من المخرفين في أنحاء المعمورة في أمر العلاج يتبعون الشيطان ويتبعون الهوى ويتبعون الظن هم انحرفوا عن الطريق الصحيح وانحرفوا عن الرقية الشرعية بسبب ثلاث أمور أو بسبب, بسبب ثلاث نقاط باتباعهم للشيطان وباتباعهم للهوى وباتباعهم للظن الشيطان اتبعوه عن طريق الابتداع عن طريق الابتداع في امر الرقيه بحجه التجربه والاجتهاد بحجه التجربه والاجتهاد وفي الحقيقه لا تجربه ولا اجتهاد وإنما هي خزعبلات وبدع وضلالات. كان الإمام مالك رحمه الله الإمام مالك رحمه الله والسلف يكرهون ويبغضون البدع المحدثة ولو كانت في الخير ظاهرا ظاهرا نراها بأنها خير ولكن حقيقتها أنها بدع والبدع كلها محدثة والمحدثة كلها ضلاله والعياذ بالله وكل ضلاله في النار. قال اشهب رحمه الله: وقد كان مالك يكره كل بدعه وان كانت في خير. هذا القول قاله صاحب البدع والنهي عنها ابن وضاح القرطبي في كتابه صفحه 91 وايضا كان الامام مالك رحمه الله كثيرا ما ينشد وخير امور الدين ما كان سنه وشر امور المحدثات البدائع كان ينشد الامام مالك ويردد هذا البيت كثيرا فيقول وخير امور الدين ما كان سنه وشر الامور المحدثات البدائع هذا الكلام قاله الامام ابن عبد البر في كتابه الانتقاء وذكره ايضا الشاطبي في الاعتصام قال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري وقال ابو عبيد البدع والاهواء كلها نوع واحد في الضلال كما قال ابن مسعود كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار شرح صحيح البخاري وعن عبد الله بن عمر انه قال كل بدعة ضلالة وان راها الناس حسنة اخرجه الللكائي في شرح الاعتقاد وابن بطة في الابانة هذا حال اجتهادات وتجارب القراء والرقاة اليوم في الساحة اجتهادهم وتجاربهم جعلتهم ينحرفون كل الانحراف عن الرقية الشرعية وياتوا بما لم يات به الاوائل من البدع في باب الرقيه. تجدهم يتخبطون في البدع والمنكرات من الباب الواسع بسبب اتباع الشيطان والهوى والظن الذي هو اكذب الحديث. لذلك نصح الصحابي الجليل حذيفه بن اليمان رضي الله عنه هذه الفئه فئه القراء نصحهم هذا الصحابي ولكن للاسف الشديد لم ياخذوا بنصيحته كما نرى ماذا قال؟ قال كل عباده لم يتعبدها اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا تتعبدوها فان الاول لم يدع للاخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم رواه ابو اسماعيل الهروي في كتابه ذم الكلام هذه نصيحة عظيمة من الصحابي الجليل أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه للقراء ولي الرقاة ماذا قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتعبدوها فإن الأول لم يدع للاخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم فهؤلاء الرقاة لا يتبعون السلف وما اوصى به السلف بل يتبعون اهواءهم الفاسده ويتعصبون لبدعهم واجتهاداتهم الباطله بترك اتباع سبيل المؤمنين وفتاوى العلماء القدامى والمعاصرين قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن من اتبع هواه بغير هدى من الله القصص خمسون فمثل مسألة الاستعانة بالشيطان التي نراها عند هؤلاء الرقاة وجل الرقاة ومن بينهم من ذكرت مثل هذا المخرب ربيع نعيم وطارق غلمات هذا الروحاني كما يقول ويطلق على نفسه النوراني وفي الحقيقة هو صاحب الدجل وكهانة وبالحبيب هذا عبد الله أيضا وأشرف الحياني والكثير المئات والمئات من رقاة المغرب للأسف الشديد جلهم من المغرب للأسف الشديد وهؤلاء مرض ابتلي به المغرب هؤلاء مرضى ومرض ابتلي به الشعب المغربي فالشعب المغربي ضحايا لهؤلاء الرقاه اصحاب الدجل اصحاب الحوار اصحاب الاستعانه في الحقيقه لا شفاء عندهم ولا علاج ولا طب ولا اي شيء انما عندهم الاستعانه بالشيطان يستعينون بالشيطان ويسالونه عن مكان السحر واسم من فعل السحر وهذه الاستعانه لم يجوزها احد من العلماء كل العلماء وجميع العلماء قالوا عنها ضلال قالوا عنها بانها حرام قالوا عنها بانها استعانه اما انها شرك واما انها وسيله الى الشرك اما انها شرك في ذاتها او وسيله الى الشرك فتجد هؤلاء الرقاه بجهلهم بالدين وابتعادهم عن الصراط المستقيم يسالون الشيطان المتسلط على المسعور عن مكان السحر وعمن فعل السحر وهو كاذب أثيم الشيطان كاذب الأصل فيه الكذب والبهتان ولم يفعل هذا أحد من السلف فهم بأهوائهم المضلة يحللون ما حرم العلماء ما حرم العلماء بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأيضا من بين الأسباب التي ضيعت هؤلاء الرقاة والعياذ بالله وأدخلتهم في الابتداع في مجال الرقية اتباع الظن، اتباع الظن الفاسد والأوهام اتباع الظن الفاسد والأوهام، قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يونس 36 فهذه الأسباب الثلاثة اتباع الشيطان واتباع الهوى واتباع الظن الذي هو أكذب. الحديث والعياذ بالله فمثل اتباعهم للشيطان تصديقهم لكلامه الذي هو كذب في كذب مخالفين بذلك جميع علماء الامه في عدم جواز تصديق الشيطان في كلامه لان الاصل فيه الكذب كيف نصدق الشيطان بل كيف نسأله عن مكان السحر الذي فيه نجاته وبسبب السحر أصبح في جسد المسحور فهو ذلك الشيطان يتحكم في المسحور بسبب وجود السحر لو لم يكن هناك سحر ما تسلط ذلك الشيطان تسلطا كاملا حتى أصبح يسرع المسحور ويدخله في الإغماء ويخنقه بل يغتصبه في المنام او في اليقظه ويفعل فيه الافاعيل بسبب وجود السحر اي بمعنى سلاح ذلك الشيطان السحر فهل يعقل انك لما تسال هذا الشيطان عن مكان السحر هل فعلا يدلك على السحر؟ مستحيل انه يدلك على سلاحه ويدلك على درعه ويدلك على دوائه الذي جعله يتحكم ويتسلط في المسحور لكي تقتله به من المستحيلات هذا حمق هذه غفلة هذا جهل هذا تخلف هذا تأخر كيف يدلك الشيطان اللعين على سلاحي ويقول لك هذا السلاح الذي تسلطت بسببه على هذا المسحور أختني به مستحيل مستحيل فالأصل فيه كذب قد يدلك على سحر لشخص آخر هو يضحي بسحر ذلك الشخص لكي يبقى متحكم في الشخص المتسلط عليه وقد يدلك على شيء اصلا ليس بسحر ليس كل شيء نجده من عظام وشعر وظفر او من مسامير او من قفل او من اي شيء نقول بانه سحر لا قد لا يكون اصلا سحرا السحر يعرفه الراقي صاحب التجربه وصاحب الحنكه المتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم السلف الصالح، فالشيطان من المستحيل ان يدلك ان يدلك على السحر الذي جعله الساحر يتسلط بسببه وعن طريقه على ذلك المسحور، ولا يدلك ايضا على اسم الساحر وعلى من فعل السحر لانه بينه وبين ذلك السحر عقد وعهد. فهذا العهد وهذا العقد لا ينقض أبدا لماذا؟ لأنه بين شيطان إنسي وشيطان جني وأيضا لو كان فعلا هذا الشيطان جني كما يقال وكما يدعي هؤلاء الجهل من الرقاد بأنه جني مسلم لاستعان به النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة مكان سحره ولمعرفة اسم الساحر لبيد بن الأعصم ولا ومع ذلك لم يستعن به النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لان الشياطين والجن لا يعلمون الغيب وايضا الاستعانه بهم لا تجوز. فهؤلاء جوزوا الاستعانه بالجن لمعرفه مكان السحر، ولمعرفه اسم الساحر، ولمعرفه من ذهب الى الساحر وفعل السحر، وهذا مخالفه لجميع العلماء، لا يوجد احد من العلماء لا من القدماء ولا من المعاصرين يجوزون هذا الفعل الأثيم هذا الفعل الشيطاني فهؤلاء الرقاة جهلة ودجاجلة وأصحاب كهانة يلعبون بالناس يلعبون بأصحاب العقول المغفلة بأصحاب العقول ذات السذاجة للأسف الشديد حقيقة لماذا؟ لأنه والله وبالله والطلاه لا شفاء عن طريقهم يقول القائل بأن ذلك الشخص به جني وذهب وعالج عند هؤلاء وشفي، لا لم يشفى، لم يشفى، لماذا؟ لأن المريض لا يشفى بغير القرآن الكريم، وهؤلاء يقولون بأن الرقية ليست قرآن، وحقيقة قالوها قولاً وقاموا بها فعلاً، فهم لا يقرؤون القرآن على المريض، هم يذكرون أسماء الشياطين حية حية، قرد قرد، كلب كلب، قط قط، أسد أسد، كما رأيتم يقول أسد كبير أسد كبير ويقول حي في الدبر وحي في الفرج وحي في النجاسة ويقولون كل الأقوال التي تأتيهم ويوحي بها الشيطان على عقولهم بدون حياء وبدون تردد يقولون هذه الأقوال وهذه الافتراءات وهذه الضلالات أمام الملأ وأمام الجميع لأنهم يروا بأن هؤلاء سذج ومغفلين فلذلك يقولون لهم اي قول ويفعلون لهم اي فعل فيصدقونهم مباشره وقد حذر العلماء وقالوا بان هؤلاء كهان ولا يجوز الذهاب اليهم ولا يجوز العلاج عندهم كما قال الشيخ الالباني رحمه الله في الصحيحه وفي الضعيفه وقال حتى وقالت حتى اللجنه الدائمه فهؤلاء عندهم ضرب من ضروب الكهانه فلا يجوز الذهاب اليهم ولا ولا يجوز العلاج عندهم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وفي رواية أخرى من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فالإنسان يجب عليه أن يحافظ على دينه وعلى عقله وعلى صحته وعلى ماله وعلى نفسه وعلى ما عنده من خيرات وبركات التي اعطاه اياها الله سبحانه وتعالى واعظمها العقل، فيذهب الى هؤلاء يتلاعبون بعقله فيحضرون الشيطان لمده ساعات وساعات وساعات وهم يحاورون في ذلك الشيطان اللعين الذي يلعب ذلك الشيطان يلعب بالجهاز العصبي ويلعب في عروق ذلك المريض المسكين الذي يكون في عالم اخر لا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء في الحقيقه لا يجوز الذهاب اليهم ولا يجوز العلاج عندهم لانه في الحقيقه لا علاج عندهم بل هم المرض هم المرض بل يزيدون المسحور مرضا على مرض يزيدون الممسوس تسلطا اكثر مما كان من قبل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قلت هذه الاسباب ابتعدوا هذه الاسباب جعلتهم يبتعدون عن اتباع سبيل المؤمنين والصراط المستقيم الذي أمر باتباعه الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الأنعام ثلاثة وخمسون ومئة وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام بدليل قوله تعالى إنك لعلى هدى مستقيم الحج 67 وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الشورى 52 وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم الوسواس صفحة 46 فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه ومن خالفه في قوله او فعله فهو مبتدع متبع لسبيل الشيطان غير داخل في من وعد الله بالجنه والمغفره والاحسان. وقال العلامه الاصفهاني رحمه الله في الترغيب والترهيب المجلد الاول صفحه 38 و500 صراط الله المستقيم طريق اهل السنه والجماعه وما خالف ذلك سبل الشيطان واذا تتبعنا رقاة الساحه وبالخصوص رقاة المغرب للاسف الشديد نجدهم تركوا صراط الله المستقيم في باب الرقيه وذهبوا الى السبل طرق الشيطان الرجيم حتى وصل الامر بهم الى ما ذكرنا من البدع ومن الخزعبلات ومن الضلالات التي ذكرناها وحذرنا منها مرارا وتكرارا وسنبقى نحذر منها حتى يفتضح امرهم ويظهر الحق للمرضى المساكين بانهم يذهبون الى هؤلاء الجهله حالتهم تزيد مرضا حتى ولو راوا تلك الاعجابات وتلك الاشهارات وتلك الايدي التي تصفق ما هي الا ضلالات للاسف الشديد ونصف من يضع لهم الاعجاب والاشهار يعملون معهم هذا مستقبل وهذا مختص بالهاتف وهذا مختص بالحجامه وهذا مختص ببيع العقاقير وهذا مختص بالباب وهذا مختص وهذا مختص حتى هناك بعض المقاطع التي يمثلون فيها حتى بعض النساء يجعلن انفسهن بانهم مرضى ومصابات بالسحر والمس وهم في الحقيقه ممثلات يمثلون مع اولئك الرقاه المخرفين الذين ياكلون اموال الناس بينهم بالباطل والعياذ بالله وهذا الدرس الاول ان شاء الله رقم واحد وسنتابعه بدروس اخرى حتى نبين هذا الضلال الذي خرج به علينا كبيرهم هذا ربيع نعيم حيث قال الرقيه ليست قران ومن قال بذلك اما انه جاهل واما انه مندس حتى ولو كان من اهل الفضل والعلم وكذا وقال يجب على الذي ياخذ العلم في هذا الباب او في هذا الفن يجب ان ياخذه من المتخصص فيه يعني ياخذه من اولئك ومن هؤلاء الرقاة الدجلة الجهلة الذين لا علم لهم لا بالكتاب ولا بالسنة بل يتعاملون مع الشياطين ويتعاملون مع الكتب الصفراء كتب السحرة وهم يتعاملون مع الشياطين على اساس انهم خدام وعلى انهم جند لله والعياذ بالله وهذا جهل كبير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسنواصل هذه السلسلة في درس اخر ان شاء الله لكي نبين هذا الضلال المبين وعلى حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته